وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. اتجه الخطاب إلى الحديث عن حال المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم في محاجته ومحاولة التأثير عليه وإغرائه بما يمكن تنزله عما هو عليه، إذ أنهم قد يأسوا. ففي أمر كانوا أول الأمر كانوا يعادونه وكانوا يصرون على كفرهم ويؤذونه، لكن في نهاية الأمر لما رأوا تمكنه وتمكن دعوته وإسلام عدد من أبنائهم وأهليهم ما كان لهم سبيل إلا التنازل، فكانوا يريدون أن يثنون النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مما يبقي أثرهم الآن. وهذه حيلة الإنسان إذا في حال ضعفه وخوفه هزيمته وسقوطه يحاول التمسك بأدنى الأمور مع أنه غير صادق في ذلك. هنا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، حينما قالوا اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، أو قالوا كف عن آلهتنا ونكف عنك، في معاني محتملة لهذه الآية. قال لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، يعني لو أنك تنازلت معهم في هذا الأمر لاتخذوك خليلا، فإنك قد تنازلت عن مبدأ من مبادئك، فإن غنموا منك بهذا المبدأ اقتربوا إليك لينالوا منك تنازلا آخر، وهكذا هو حال أمثال هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذه الآيات أيها الإخوة تعطينا صورة من صور الواقع، وهي انظروا إلى حال كثير من أرباب الدعوة حينما يغرون بالأموال أو بالمناصب أو بالمصالحة أو بشيء من محاولة إيقافهم عن دعوتهم أو حد من تأثيرهم. فهنا مسألة مهمة أيها الإخوة يجب اعتبارها، وهي أنه إذا كانت هذه مصالحة راجعة إلى مصالح شخصية لهم فإن هذا التنازل وهذه المصالحة لا خير فيها، ولن تبقي لهم قائمتهم وستنال منهم ما يمكن أن يكون سببا في سقوطهم إذا كان هذا التنازل لشخصهم، بمعنى أن ينالوا مكانة أو منصبا أو مالا بأنفسهم، فهذا تنازل عن الدعوة. لكن إذا كان هذا المصالحة لصالح الدعوة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، لما كان الصلح في هذه المرحلة هو الخير حتى تقوى شوكة المسلمين وتجتمع كلمتهم وتتمكن قوتهم فينالون من المشركين. لكن إن كان هؤلاء، ولهذا قال هنا ليفتنوك وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، القصد هنا ليس المصالحة وإنما فتنته عن هذا السبيل. وكيف تكون الفتنة؟ بأن يغرونه بمصالح الدنيا بأموال أو قصور أو نحو ذلك. هذا هو موضع السقوط للدعاة، هذا موضع الانهزام والتنازل عن المبادئ. وكم واقع في مثل هذا أيها الإخوة كثير من الدعاة، فأوغلوا في تلك المصالح فسقطوا وسقطت دعوتهم.
لكن دعوة الله باقية. قال الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ماذا نستفيد من هذه الآية؟ نستفيد أيها الأحبة إلى أن الداعية لا سبيل له إلى الاعتصام والثبات أمام المغريات إلا بربه، فليستعين به ويسأل الثبات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر أو من أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني بمعنى ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية الإخوة أنه قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم رأيا يرى فيه مصلحة، يعني حينما عرضوا عليه أنهم يعبدون إلهه سنة ويعبد إلههم سنة، وكان العرض منهم أنهم يعبدونهم إلهه سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ردهم في الأمر في أول الأمر، بل أنظرهم، لأنه طمع أنهم إذا عبدوا الله سنة فسيدوم أمرهم بعبادة الله، لأنه من عبد الله حقا لا يمكن أن يرجع عن دينه إذا كان صادقا في ديانته. فهو رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في حرصه على إيمانهم وشفقته عليهم تريث معهم في هذا الأمر، حتى أنزل الله عز وجل عليه سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. تمييز وفصل تام بين التوحيد والشرك، ما فيه حل وسط في التوحيد أبدا، ما فيه أن يقول لا أنا سأدين بالإسلام لكنني لا سأذهب إلى الكنيسة، لا، ليس هناك سبيل في إذا أراد الإسلام فلا بد أن يترك ما سواه. في قضية التوحيد لا سبيل إلى حل وسط بين أمرين يراوغ بينهما. قال الله عز وجل: إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. في هذا توثيق وتأكيد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ولن يحصل منه تراخٍ أو تنازل عن الدعوة إلا رغبة منه عليه الصلاة والسلام فيما يرى أنه سبب لإسلامهم وحثاً لهم وحرصاً عليهم. لكن الله عز وجل هنا جعل هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو موجه إلى أمته في قوله: إذا لأذقناك ضعف الحياة، أن صاحب المبادئ العالية الذي أكرمه الله برسالته حينما يتنازل عنها فإن عقابه أشد من غيره، ولا شك، لأن الله أكرمه وبين له وتبين له الحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو مخاطب ابتداء لكنه معصوم من ذلك، فتعظيم المضاعفة هنا ظاهر مثل ما كان في مضاعفة الخطاب لأزواجه حينما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين. مع أنه حاشى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعن في الفاحشة، لكن توثيق وتعظيم لهذا الأمر العظيم الذي هو موضوع رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم والزوجية لأزواجه عليه الصلاة والسلام. قال: ضعف الحياة وضعف الممات. إيش معنى ضعف الحياة؟ ها؟ هنا لعل المقصود أن الله لعل المقصود في هذا ضعف الحياة بمعنى شقائها وترديها، فإن الإنسان إذا تنازل عن مبادئه فليرتكس في أضعف منزله لا خير فيه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فإن لم يرضى ويختار ويتوثق بهذه الرسالة وهذه الكرامة التي كرمه الله بها وهي الدين، وإلا قال: ثم رددناه أسفل سافلين. ما فيه، إما أن يشرف بالرسالة والدين وإلا أن يسفل ويردى في بكفره وإعراضه وتخليه. قال: وضعف الممات. ما المقصود بضعف الممات؟ لم يقل ضعف الآخرة، قال يعني كأنه يقول سيشقى إلى أن يموت، يعني سينال هذا الضعف في شقائي والعذاب والهوان إلى أن يموت. كأن الله تعالى يحكم على من تنازل عن دعوته وتراخى عن مبدأه وعقيدته بعد أن بينها الله له واختارها له أنه لا خير فيه إلا أن يموت وعاقبته سيئة، إلا أن يرجع ويعود ويتخلى عما تنزل عنه. فالله تعالى هنا يحكم على ذلك إخواني، وهذا أمر خطير، في أن من تنازل عن مبادئه لأمر الدنيا عياذا بالله فلا خير فيه في الحياة، فيستحق أن يرتكس في أردى منزله. قال الله تعالى: ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لماذا قال نصيرا هنا؟ نعم، يعني نعم،
هم الآن لا يتنازل الإنسان إلا لأجل يعني أن يسلم من شر هؤلاء. فالله عز وجل قال هنا ثم لا تجد لك علينا نصيرا ينصرك في تخليك وضعفك وهوانك. فهو بحاجة في هذه الدعوة إلى النصرة، فتخليه يتخلى الله تعالى عنه بنصرته ولن يجد له نصيرا. قال وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. ما معنى يستفزونك؟ يعني الفز هو الإثارة، يعني يستثيرونك ليخرجوك بطرق مختلفة، بالأذية، بالمعاداة، بالكيد إلى غير ذلك، هذا استفزاز. فيعملون عملا يريدون منه إخراجهم من مكة. ولعل هذه الآية يا إخوة دالة على أمرين. الأمر الأول هو كيد المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم في إخراجه، في إخراجه من مكة، ودالة على مؤامرة اليهود مع قريش. فإن اليهود قد ذكرت في بعض الروايات أنهم كانت قريش تتآمر مع اليهود، أو أن اليهود أوعزوا إلى قريش بإخراجه. فإذا خرج من قومه ولم يكن له قوة، ربما صار لهم سبيل في النيل منه أو قتله أو نحو ذلك. قال ليخرجوك منها. فالأرض المقصود بها هنا ما هي؟ مكة. الأرض المقصود بها مكة. قال الله عز وجل وإن فعلوا ذلك، هذا في الاستفزاز فقط، فعلوا فذلك لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ما المقصود؟ نعم، يعني بمعنى أنهم إذا أخرجوك فإن سنة الله باقية في إخراجهم أو إهلاكهم. وهذه الآية هي الآية التي ذكرتها لكم بأنها دالة على نهاية قريش، هي الآية الدالة على نهاية قريش بأنهم لا يلبثون خلافك إلا قليلا. فحين أخرج النبي صلى الله عليه وسلم واضطروه للخروج، لم يبقوا في مكة في حكمهم ومقامهم ودولتهم إلا سنوات معدودة. يعني هؤلاء الطغاة أو هؤلاء كبراء قريش وصناديدهم ما بقوا بعد إخراج النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنوات، إذ أنه خرج عليه الصلاة والسلام مهاجرا في معركة بدر، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسلمين لقتالهم، فقاتل الله منهم صناديدهم، ما بقوا شيئا، 3 سنوات أقل قليل في بقائهم. فهي أولا دالة على قتلهم في بدر، ودالة على أيضا يوم الفتح في دخول النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء أمرهم. قال الله سبحانه وتعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. هذه فيها تأييد للنبي صلى الله عليه وسلم والتقوية له، وفيها تهديد لهؤلاء بأنكم حين تخرجون النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله مخرجكم. وقد ذكر أنهم أرادوا وتآمروا على إخراجه قبل الهجرة، والآية نازلة في هذا والله أعلم، لأنها من أوائل ما نزل يظهر الله أعلم. ذكر المفسرون هذا أنهم أرادوا إخراج النبي صلى الله عليه وسلم ثم فكروا فقالوا لا، إن أخرجناه فسينتصر له أناس ثم يرجع إلينا أو تقوى شوكته علينا، لكننا نجعله بيننا ونحصره حتى لا تقوى قوتنا. أي نعم، هذا أحسنت، هذا الذي ذكر الأخوة هو قول الله تعالى أنه ذكر هنا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. ذكر هذه اللفظة لبني إسرائيل في حال بني إسرائيل مع فرعون في قوله فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا في فرعون. فكأن هذا إشارة إلى بني إسرائيل حين امتن الله عليهم بأن استفزهم فرعون فأغرقه الله تعالى. وفيها أيضا تحذير لقريش بأن سيكون مآلكم وحالكم كحال فرعون حينما استفز موسى ومن معه فأغرقه الله تعالى ومن معه. طيب، قال الله سبحانه وتعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. وهل هذا أيها الإخوة
نقف وقفة مهمة جدا ينبغي أن نعتبر بها لأنفسنا. أحيانا قد تجد من بعض الناس محاولة لأذية آخرين بالتضييق عليه في رزقه، في عمله، في وظيفته، في بيته، لإخراجه من بيته وغير ذلك، أو في عمله محاولة إذا كان مسؤولا مديرا يريد أن ينتقم من موظف فيضايقه حتى يخرج. هذه سنة إلهية يا أخواني. في مثل هذا الحال من استفز أحدا لإخراجه من مكانه بغير حق فإن ذلك ثابت في سنة الله تعالى أنه سيخرجه الله تعالى ولن يبقى في مقامه ذلك. وهذا يجرنا أيها الإخوة إلى الحديث عن أننا ينبغي أن نتتبع سنن الله عز وجل في كتابه، السنن الإلهية والسنن الشرعية، فنوثقها في نفوسنا. إن كانت سننا إلهية في التمكين فلنحافظ عليها، وإن كانت سننا في العقاب فلنحذر منها. فما أعظم أيها الإخوة أن يكون الإنسان في قراءته لكتاب الله تعالى يتتبع مثل هذه السنن. وقد اقترحت على بعض الإخوة، ولعل هذا يكون ممن يسمع وله أهم اهتمام في ذلك، أن يكون هناك بحث أو استقراء لسنن الله تعالى الكونية، وسنن الله تعالى الشرعية، وسنن الله تعالى في التعامل في النظام في الأنظمة في النظام في التعامل مع الناس أو غير ذلك، لأن سنن أنواع. فضيلة الشيخ الدكتور حسن الحميد كان له رسالة في الدكتوراه حول أظن السنن الكونية في القرآن الكريم، فجميل أن يكون هناك أيضا السنن الشرعية، السنن الاجتماعية، السنن الاقتصادية، كل شيء له سنن ونظام يلقى في شرع الله وفي حكم الله تعالى. قال الله عز وجل بعد ذلك: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما مناسبة هذه الآية لقضية كيد المشركين به وإخراجهم؟ ما مناسبتها؟ نلحظ فيها أيها الإخوة معان عظيمة. نعم أحسنت. أكبر وأعظم ما يعين في مواجهة كيد الأعداء هو الالتجاء إلى عبادة الله عز وجل، وأعظمها الصلاة. أرأيتم حينما اشتد أمر المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل عليه زادا روحيا في زمن الشدائد، قال: يا أيها المزمل، أي زمل في قضية دعوته مع المشركين وما يلاقيه منهم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فانظر هناك أمره بقيام الليل بالقرآن، وهنا أمره بقيام الليل بالقرآن، ما يدل على أن المناسبة هنا هي مناسبة تلك، في أنه حينما وجد من المشركين استفزازا بالإخراج، ولعل الآية نازلة في نفس المرحلة التي كانوا يتآمروا فيها بإخراجه، فقال الله عز وجل: أقم الصلاة. وقوله أقم، القيام وإقامة الصلاة تستلزم أداءها على الوجه الأكمل. وكما ذكرت لكم أن سياق الصورة في اكتمال أو ما يبلغ به كمال الإنسان ويحقق له هديا كاملا ومستقبلا كريما. قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس. الدلوك هو الزوال، واختلف المفسرون في هذه الكلمة الدلوك على ثلاثة أقوال، ويظهر أن المقصود في ذلك الدلوك تحول الشمس. فيدخل في هذا سلمكم الله انتهاء وقت الفجر بهذا العبارة، ودخول وقت الظهر، ودخول وقت العصر يدخل في هذا، هذه الصلوات الثلاث الظهر والعصر، وكذلك الفجر من حيث نهايتها، وإن كانت الفجر قد نص عليها في الآية في بعد ذلك في قوله وقرآن الفجر. فما أعظم أيها الإخوة أن نعني بصلاتنا وأن نحافظ عليها وأن نقيمها كما أمر الله تعالى صفة ووقتا. لاحظوا أنه ذكر هنا إقامتها صفة بقوله أقيم الصلاة، ووقتا بقوله لدلوك الشمس إلى غسق الليل، والغسق هو
حمرة الشمس حين بعد غيابها. قال وقرآن الفجر. لماذا خص الفجر بالقرآن مع أن الصلوات القرآن في كل صلاة؟ لأمرين. الأمر الأول أن جميع ركعات الفجر فيها قراءة جهرية بخلاف المغرب والعشاء. والأمر الثاني وهو الأظهر أن السنة في قراءة أن السنة في صلاة الفجر أن يقرأ الإنسان في صلاته والإمام من طوال المفصل، أي أن الصلاة فيها القرآن فيها قد يكون أطول من الصلاة، أطول من الركوع والسجود، وهذا يبين لنا مشروعية طول القراءة في قرآن الفجر، وأن قرآن الفجر من أعظم الأوقات التي يقرأ فيها الإنسان. ولهذا قال بعدها إن قرآن الفجر. لاحظوا أيها الأخوة التكرار هذا ليس عبثا ولحكمة عظيمة ومعنى مقصود، قوله وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر، ولم يقل إنه كان مشهودا. لماذا؟ أولا ليشير إلى الصلاة الفجر وطولها، وليشير إلى فضيلة القراءة في هذا الوقت بالذات، إذ أنها وقت شهود الملائكة، تتعاقب عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. بل إن هذه الآية يا إخوة دالة على أعظم من هذا المعنى، وهو أن قوله كان مشهودا، قال بعض المفسرين ومنهم ابن القيم رحمه الله أن صلاة الفجر يشهدها الله ويشهدها الملائكة. ابن القيم رحمه الله تعالى حقق في هذه الآية بأن المقصود بقوله كان مشهودا أي يشهدها الله عز وجل ويشهدها الملائكة، ولهذا قال كان مشهود إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولعل مما يؤكد ذلك والله تعالى أعلم حديث النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، فإن الله تعالى يشهد عباده في دعائهم واستغفارهم، وصلاة الفجر هي متصلة بذلك الثلث الأخير من الليل، ولعل هذا والله أعلم مؤيد لشهود الله تعالى لهذه الصلاة، مما يدل على عظمها أيها الإخوة وأنها أعظم الصلوات لأمرين. الأمر الأول لأن الله ذكرها مستقلة وخصها بالقرآن، ولأنه قال كان مشهودا، فأين الناس عن شهود صلاة الفجر أيها الإخوة؟ اليوم تجد أكثر الناس عن صلاة الفجر غافلون، والله المستعان. ولو علموا ما فيها من الفضل وما فيها من شهود الله وملائكته لما فرط فيها مؤمن حريص على لقاء ربه وشهود ملائكته. قال الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما وجه تخصيص قيام الليل هنا؟ لماذا خص قيام الليل مع الصلاة؟ فيه دلالة، يعني لماذا جمع قيام الليل مع الصلوات المفروضة وهو سنة نافلة؟ نعم، لأمرين. الأمر الأول سلمكم الله ليتصل به قوله كان مشهودا والله أعلم، وأن الليل في وقت التهجد الأخير مما من أعظم الأوقات التي يشهد الله بها عباده في تنزله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله وعظمته وعلوه في الثلث الأخير من الليل، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وثانيا وهو الأظهر أن هذه الآية دالة على فرضية قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، فهي لما اقترنت بالصلاة الفرض كانت فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيام الليل كما تعلمون فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن قيام الليل فرض في أول الإسلام سنة واحدة فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، ثم أبقي قيام الليل فرضا على النبي وخفف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن كان نفلا مؤكدا. ولهذا جاء هذا في أي سورة؟ في سورة المزمل، حين قال الله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه تاب عليكم، فإنه لما فرضه عليهم سنة وعلم يعني ثقله عليهم وعجزهم عنه خفف عليهم ذلك وأبقاه فرضا عليه على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال مما يأكد فرضا قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولاحظوا قوله ومن الليل قال فتهجد به، ما هو؟ القرآن.
القرآن. وهنا يرجع الحديث عن القرآن أيها الإخوة، ولاحظوا كلمة القرآن تكررت في السورة قلت لكم أكثر من 10 مرات، مما يؤكد على أن المقصود هنا هذه الرسالة حقيقتها ومستقبلها وماذا ينال الإنسان بها من هداية ومقام رفيع. فهذه الآية دالة على أن صاحب القرآن أيها الإخوة ينال فضلا ومقاما عند ربه في الدنيا وفي الآخرة، ويؤكد ذلك قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، مما يدل على أيها الإخوة على أن أعظم ما يرفع الإنسان في درجاته عند ربه في الدنيا وفي الآخرة هذا القرآن العظيم حينما يأخذه وينال منه وقياما وحفظا وتدبرا وفهما وهداية.